السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعي القناة، وبالنسبة للمشاهدين الجدد لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصلوا بكل جديد إن شاء الله تعالى. قد يظهر لكم العنوان غريب، فوائد كورونا، لكنها الحقيقة. صحيح أن كورونا قد دمر البلاد والعباد، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا في القريب العاجل، لكن رغم ذلك فله فوائد عديدة قد ظهرت لمن ظهرت له وخفيت لمن خفت عنه. لنتعرف على هذه الفوائد. أولا، تراجع عدد الحوادث المرورية. فقد تراجع عدد الحوادث على الطرق بشكل كبير أثناء جائحة فيروس كورونا، وسط القيود المفروضة على حركة المواطنين، وذلك بشهادة الشرطة وشركات التأمين وجهات الإنقاذ. ثانيا، انخفاض كبير في التلوث البيئي. هذه السنة ستكون الأنقى من حيث تلوث الهواء والبحار والمحيطات والأنهار منذ عشرات السنين بسبب تفشي وباء كورونا، الذي دفع الدول إلى فرض الحجر الصحي على مواطنيها وتقليل الحركة الصناعية والإنتاجية. وقد كشفت صور نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية تراجع تلوث الهواء في كل المدن، وبالتالي إنقاذ آلاف الأرواح التي كانت تموت سنوياً بفعل تلوث الهواء. ثالثاً، الاهتمام بالمجال الطبي والصحي. إن الأزمة قد أعطت اهتماماً أكبر بالمجال الصحي والطبي والإنفاق عليه، فبعدما كانت الصحة تعاني من الإهمال، جاءت جائحة كورونا لتظهر لنا دور الأطباء والممرضين والمسعفين في المجتمع، وبأن هذه الفئة يجب أن تحظى باهتمام أكبر، وبأن الدولة التي تعاني من هشاشة في المجال الصحي فهي تعرض شعبها للخطر. رابعا، الاستغناء عن الأكلات السريعة. سببت أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد تغيرا كبيرا في حياة الناس، خاصة بشأن استهلاكهم، حيث لم يبقى الإقبال على المطاعم والفنادق كما كان الأمر من قبل، فقد أغلق معظمها. وقد كان الناس محرومون من الطهي المنزلي الصحي واللذيذ، إما بسبب عمل المرأة أو بسبب الانشغالات وغيرها. خامسا، الاهتمام بمجال التعليم. فقد بذل رجال ونساء التعليم مجهودات جبارة لتحضير الموارد الرقمية للمتعلمين رغم الإمكانيات المحدودة، ولإنجاح عملية التعليم عن بعد ما أمكن، دون أن ننسى المجهودات التي قامت بها وزارات التربية والتعليم في التأطير والسهر على مختلف العمليات. سادساً، توفير أموال الدولة. فقد تم عقد القمم الرئاسية واللقاءات والاجتماعات السياسية من خلال منصات الفيديو، ما أدى إلى توفير الكثير من النفقات الباهظة التي يتم صرفها على سفرهم في الطائرات، بالإضافة إلى وفودهم وغيرها. سابعاً، اجتماع أفراد الأسرة. لم يكن أفراد الأسرة يجتمعون قبل جائحة كورونا بسبب الأعمال والمشاغل وكثرة الملهيات، وفي أحيان كثيرة قد لا يرى أفراد الأسرة الواحدة بعضهم البعض لأيام بسبب ضيق الأوقات أو تضييعها خارج البيوت. وبالطبع ينطبق هذا على تناول الطعام، فنادرا ما تجد أفراد الأسرة يجتمعون على مائدة واحدة لتناول وجبة الغداء أو العشاء بسبب اختلاف المواعيد. لكن الآن أصبح أفراد الأسرة معا يشاهدون التلفزيون ويتجاذبون أطراف الحديث ويجلسون جميعا على طاولة الطعام، وكم أن هذا الأمر جميل. ثامنا، تغيير في نمط الحياة.
لقد غير أغلب الناس برنامجهم اليومي بسبب الجائحة، فبعدما تفرغوا ووجدوا الوقت الكافي لإنجاز ما لم يستطيعوا إنجازه من قبل، بل وهناك من استطاع أن يكتشف مواهبه لأول مرة، وهناك من حقق إنجازات تستحق التشجيع. وتقول إليسا إيبل، الأستاذة ونائبة الرئيس في قسم الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن التباعد الاجتماعي يشكل فرصة للتفرد بالذات ومنحها قسطاً من الراحة وممارسة الأنشطة المنزلية التي كان الإنسان يتوق لها خلال زحمة انشغالاته اليومية العادية، وفق ما ذكر موقع يو إس نيوز الأمريكي. تاسعاً، التخلص من الجلوس في المقاهي. فقد كان العديد من الأفراد لا يستطيعون الاستغناء عن الجلوس في المقاهي حسب قولهم، لكن جائحة كورونا أظهرت أنهم يستطيعون ذلك، وبالتالي وفروا مبلغا محترما لم يظنوا أبدا أن المقاهي تأخذ منهم هذا القدر من المال. عاشرا وأخيرا، ظهور قيم التضامن والتآزر. فبسبب جائحة كورونا فقد تم إيواء المشردين والمتخلى عنهم، وتمت مساعدة الضعفاء والمحتاجين وتقديم المساعدات والإعانات سواء من طرف المحسنين أو من قبل الدولة. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك لكي تتوصلوا بالجديد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.